الأخير وراح الشهر وطح قدرك يا إنسان وراح الخير وراح الشهر وطح قدرك يا إنسان صهرت ليالي ودار الحل غني نخمم نهموم نسيت غزالي والموالة ونخمم في ناس اليوم لقيت الناس تاكل في الناس كل من عليها مهمومة ميت هنا وما نشي هنا عاف حتى يشوف خيه مدمو ولا طاح الصور كي راب الساسة قعدتو على حجره تبكي وقلتو يا ربي عساسة ربي قال خدمو تديه فرح الخير وراح الشهر طاح قدرك يا إنسان ما ينفع اليوم صديقة الدنيا بحرب نادم تعبانة تعرف في الشدة والضيقة اللي دير أخو تعطيه الأمانة يخونك في نص الطريقة ما تغرك حلاوة اللسانة ما ينفع غير درهم رفيقة كل من عليها فانة وما يبقى غير مولى التدبيرة اسمع لكلامي يا إنسان وما تصيب غير فعل الخير
عشان طاح قدرك يا إنسان، راح الخير وراح الشانة.